مشاركة قياسية باعتبارها النسخة الأولى للدوري القطري للترياتلون المستحدث والذي سيجري على 5 مراحل بين قطر والغارية والدوحة بحديقة متحف الفن الإسلامي ولوسيل ثم لؤلؤة. بين 300 منطلق من مختلف فئات الأعمار كان ربع المشاركين قطريا. كمشاركة في أول مرحلة طبعا احنا بالنسبة لنا راضين جدا للمشاركة. عدد الأطفال نتكلم اليوم 44 طفل مسجل معانا في السباق، فوق 240 متسابق سجل في هذا السباق، طبعا نساء ورجال كبار صغار. فبالعكس يعني من أول مرحلة طبعا احنا راضين، وانتم ملاحظين، يمكن انتم كتغطية ملاحظين كيف تفاعل الجمهور. بلغت المنافسة ذروتها وتوزعت بين 8 أصناف توج في الفرد إيتان بينيت من بريطانيا لدى الرجال والإسبانيا إيزورا سوجا لدى السيدات، وبالنسبة للفرق كان الفوز حليف فريق الجسرة. أما أول القطريين فكان إبراهيم الرميحي وحل في المركز الرابع لدى الرجال. والله أمانة مش راضي طبعا، المركز الرابع مركز مش مرضي بالنسبة لي، لكن الحمد لله يعني لو تقارن نفسي بالبطولات السابقة شكلت تقدم كبير، وإن شاء الله بإذن الله مزيد من التقدم في البطولات الجاية. مشاركة 44 طفلا أعطت للمنافسة بعدها القاعدية في مخطط الاتحاد، والرئيس كان أبرز المنطلقين في سباق الرئيس. أنا بالنسبة لي كطبيب كتخصص مهتم بالصحة بفقدان الوزن كجراح سمنة، مهم جدا أني أمثل أكون مثال للنظام أو اللايف ستايل الصحي. فهذا أكبر رسالة نقدر نوجهها، أن يجب على الجميع مهما كان ظروفه أن يتواجد مثل هذه الفعاليات ويكون له هدف يشتغل ويتمرن. لكل مرحلة بطلها، والختام باللؤلؤة يوم 19 أبريل يتوج بطل الدوري باحتساب أفضل 4 نتائج من 5 مشاركات. لمركز أخبار قنوات الكأس محمد زقان.